بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة خواص التناسب. خاصية واحد، عند ضرب حدي النسبة في عدد فإن النسبة الناتجة تساوي النسبة الأولى. يعني إيه؟ نشوف مع بعض. النسبة الأولى عندي 4 على 5، لو ضربت الـ4 والـ5 في نفس العدد هنضرب 4 في 2 وهنضرب 5 في 2، يبقى الناتج 8 على 10. طب مين اللي أكبر، 4 على 5 ولا 8 على 10؟ النسبتين متساويتين، 4 على 5 بتساوي 8 على 10. يبقى عند ضرب حدي النسبة في عدد فإن النسبة الناتجة تساوي النسبة الأولى، يبقى دي الخاصية الأولى. وتكون الأعداد 4 و5 و8 و10 بالترتيب، الأربعة بنسميها الحد الأول المتناسب، الخمسة بنسميها الحد الثاني المتناسب، التمانية بنسميها الحد الثالث المتناسب، والعشرة بنسميها الحد الرابع المتناسب. يبقى الأعداد 4 و5 و8 و10 أعداد متناسبة. الحدان 4 و10 دول اسمهم الطرفين، والخمسة والتمانية اسمهم ايه؟ اسمهم الوسطين. لو انا ضربت الطرفين في بعض، يعني هضرب 4 في 10 بكام؟ ب40. طب هضرب 5 في 8 برضو ب40. يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الـ4 والـ10 اسمهم ايه؟ الطرفين، والخمسة والتمانية اسمهم الوسطين. خاصية اتنين، عند قسمة حدي النسبة على عدد فإن النسبة الناتجة تساوي النسبة الأولى. 6 على 8، الستة والتمانية أعداد زوجية يقبلوا القسمة على الاتنين، 6 على 2 بتساوي 3 و8 على 2 بتساوي 4، يبقى الناتج 3 على 4. برضو نفس الحكاية، الأعداد 6 و8 و3 و4 أعداد متناسبة. الستة والأربعة اسمهم طرفين، والتمانية وتلاتة اسمهم وسطين. فين الطرفين؟ الستة والأربعة، الوسطين التلاتة والتمانية. في أي تناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 6 على 8 بتساوي 3 على 4. هنضرب الطرفين في بعض، يعني هنضرب 6 في كام؟ 6 في 4، ونضرب الوسطين في بعض، يعني نضرب كام؟ 3 في 8. حاصل ضرب الطرفين اللي هو 4 في 6 بيساوي حاصل ضرب الوسطين اللي هو كام؟ 3 في 8. 4 في 6 ب24 و3 في 8 ب24 يبقى بيساوي بعض. يبقى القاعدة عندي هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. النسبة عندي 5 على 8 بتساوي 10 على 16، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. فين الحد الأول؟ الحد الأول 5 والحد الرابع 16، دول اسمهم الطرفين. الحد الثاني 8 والحد الثالث 10، دول اسمهم الوسطين. يبقى الحد الأول 5، الحد الثاني 8، الحد الثالث 10، والحد الرابع 16. هنضرب الحد الأول في الحد الرابع، يعني هنضرب 5 في 16، هنضرب 5 في 16 ونضرب 8 في 10. 5 في 16 ب80 و8 في 10 ب80، يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 6 على 8 بتساوي 3 على 4، الستة والأربعة اسمهم الطرفين، والتلاتة والتمانية اسمهم الوسطين. يبقى الحد الأول 6، الحد الثاني 8، الحد الثالث 3، والحد الرابع 4. عايزين نجيب الحد الأول ونضربه في الحد الرابع، الأول كام؟ الأول 6 والرابع 4، نضرب الثاني في الثالث، الحد الثاني 8 والحد الثالث 3،
4 في 6 ب 24 و 3 في 8 ب 24، يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. أكمل الجدول التالي: 1 على 4 بيساوي 7 على 28. حدود التناسب بنجيب الأربع حدود بالترتيب: الحد الأول 1، الحد الثاني 4، الحد الثالث 7، والحد الرابع 28. طب فين الطرفين؟ الطرفين 1 وال 28. طب الوسطين 4 وال7. التمرين اللي بعده: 7 على 4 بتساوي 28 على 16. حدود التناسب: 7 ال 4 ال 28 ال 16. الطرفين 7 وال 16، الوسطين 4 وال 28. طيب عندي الطرفين 2 و 18 والوسطين 3 و 12، يبقى الحد الأول 2 والحد الرابع 18، دول الطرفين. الحد الثاني 3 والحد الثالث 12. الحدود بتاعة التناسب يبقى الاثنين الثلاثة ال 12 ال 18. حدود التناسب في التمرين اللي بعده: 3 4 6 8، يبقى الحد الأول 3 والحد الثاني 4، الحد الثالث 6، الحد الرابع 8. طب فين الطرفين؟ الطرفين 3 وال 8، الوسطين 4 وال 6. مثال 7، اوجد قيمة س. نوجد قيمة س بقاعدة حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني هنضرب 5 في 18 ونقسم على كام؟ على ال 15. يبقى س بتساوي 5 في 18 على 15، يبقى الإجابة 6، يبقى س بتساوي 6. المثال الثاني: 3 على 6 بتساوي 21 على س، يبقى س بتساوي، ونشتغل طرفين في وسطين، يبقى هنضرب 6 في 21 ونقسم على كام؟ على 3، يبقى الإجابة 42. التمرين اللي بعده: س على 27 بتساوي 4 على 9، يبقى هنضرب 27 في كام؟ في 4، يبقى س بتساوي 27 في 4 على 9، الإجابة 12، يبقى س بتساوي 12. مثال 8، اوجد قيمة س لكي تكون الأعداد متناسبة: س و 18 و 6 و 9. أول حاجة بنرجعهم تناسب، يعني هقول س على 18 بتساوي 6 على 9، ونبدأ نشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 18 في 6 على 9، الإجابة 12. التمرين اللي بعده: 8 و 4 و 2 و س، نرجعها تناسب الأول، يبقى بنضرب إيه؟ الطرفين في الوسطين، دول الطرفين. طب الوسطين كام؟ 4 و 2، يبقى هنقول س بتساوي اللي موجود عندي الوسطين، يبقى هضرب 4 في 2 ونقسم على 8، الإجابة 1. التمرين اللي بعده: 9 وال 27 وال 4 وال س، فين الطرفين؟ الطرفين 9 وس. طب فين الوسطين؟ ال 27 وال 4، يبقى س بتساوي، هنضرب الوسطين في بعض اللي هما موجودين عندي، 27 في 4 ونقسم على 9، الإجابة 12. اختر الإجابة الصحيحة: حاصل ضرب الطرفين نقط حاصل ضرب الوسطين. الاختيارات: أكبر من، يساوي، أصغر من. الإجابة الصحيحة: يساوي. الأول المتناسب في الأعداد 2 و 3 و 4 و 6. الأول المتناسب الـ 2 ولا الـ 3 ولا الـ 4 ولا الـ 6؟ الإجابة الصحيحة: الـ 2. تساوي نسبتين أو أكثر يسمى نسبة كسر تناسب. الإجابة الصحيحة: تناسب. إذا كانت النسبة 3 إلى 4
بتساوي النسبة س إلى 36، فإن س تساوي 9 ولا 27 ولا 18. أدي 3 على 4 وهنا س على 36، بنشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 3 في 36 على 4، الإجابة 27. نختار الإجابة، ما ينفعش نختار من غير ما نحل. مثال اللي بعده، إذا كان س على 15 بتساوي 2 على 5، فإن س زائد 4 تساوي 6، 8، 10، 2. نبدأ نحل، هنضرب 15 في 2 ونقسم على 5، 15 في 2 على 5، الإجابة 6. المطلوب س زائد 4 بتساوي كام؟ طب س عندي قيمتها طلعت 6، يبقى نجمع عليها 4، يبقى س زائد 4 بتساوي 10، يبقى الإجابة الصحيحة 10. التمرين اللي بعده، س على 12 بتساوي ثلث، فإن س ناقص 1 تساوي، برضه هنشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 12 في 1 على 3، الإجابة 4، يبقى س ناقص 1 بتساوي، هنشيل س ونحط مكانها 4، يبقى 4 ناقص 1 بتساوي 3، يبقى الإجابة الصحيحة 3. إذا كانت الأعداد 4 وس و12 و18 متناسبة، فإن س تساوي، هنقول 4 على س بتساوي 12 على 18، ونشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 4 في 18 على ال 12، الإجابة 6، يبقى س بتساوي 6، نختار الإجابة الصحيحة. إذا كانت الأعداد 3 و4 و21 وس متناسبة، فإن الرابع المتناسب يساوي، اللي هو قيمة س يعني. نبدأ نحل، هنقول 3 على ال 4 بتساوي 21 على س، يبقى س بتساوي، ونشتغل طرفين في وسطين، 4 في 21 على 3، الإجابة 28، نختار الإجابة الصحيحة. إذا كان 4 على 8 بيساوي 12 على س، فإن س تساوي، هنشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 8 في 12 على كام؟ على الأربعة، الإجابة 24. إذا كان 3 و5 و6 وس أعداد متناسبة، فإن س تساوي، أول حاجة بنرجع المسألة تناسب، يبقى 3 على 5 بتساوي 6 على س، يبقى هنشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 5 في 6 على 3، الإجابة 10، نختار الإجابة. إذا كان 8 على س بتساوي 5 من 10، فإن س تساوي، 8 على س بتساوي، يعني إيه 5 من 10؟ ممكن أقول يعني بتساوي نص، ما هو 5 من 10 بتساوي نص، أو ممكن لو أنا مش حافظ النص بيساوي كام، 5 من 10 أقول بتساوي 5 على 10، وأبدأ أشتغل طرفين في وسطين، يبقى س بتساوي 8 في 10 على 5، الإجابة 16، نختار الإجابة. إذا كان 8 على 12 بتساوي 4 على 6، فإن مجموع الوسطين يساوي، طب فين الوسطين؟ الوسطين اللي هو 12 و4، عايز مجموعهم، يبقى نجمع 12 زائد 4، الإجابة 16، نختار ال 16. إن شاء الله الدرس القادم تطبيقات على التناسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.